لو ممكن إظهار معناها أهم حاجة هي القرار الأخير أو الإعلام الأخير اللي جانا عن طريق الهيكا بالوقف الفوري للبث، كان يستند هذه كانت هذا القرار، وكان يستند إلى أنه احنا لم نمتثل ولم نقوم بتغيير الصبغة القانونية لشركة توني ميديا التي تبث هي فيها هي رخص شركة اللي باسمها الرخصة نتاع قناة حنا بعد. المطلوب من لايكا أنه احنا طلبوا منا أنه من شركة ذات مسؤولية محدودة صار إلى شركة خفية الاسم أنونيم. هذا إذا هما شو يقولوا آخر 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 بلاغ جانا من لايكا يقولوا أنتم ما قمتوش بهذايا، وبالتالي تجي في الآخر إيقاف البث فورا. إذا ثم سبب ونتيجة. الذي حصل هذا قرار جانا يوم 25 أكتوبر الحالي. يعني منذ قداش؟ 3 أيام. والحال أن هم يقولوا أنه لم يتم تغيير الصبغة القانونية الصبغة القانونية غي تم تغييرها من أكتوبر 2020 20 عام ناول عن عام واش فكر عام ناول. إذا أن السبب انتفى فمفروض النتيجة تنتفي أيضا بالتبعية. وبالتالي لا 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 مجال باش أنا نوقف البث، أنا أموري مضمونة. معنا نعاود نقول اللي كل القرار هذايا متاع وقف البث يستند إلى حاجة واحدة، أنه حنا بعد قالت ان هيكا اننا لم نسوي وضعيه الشركه القانونيه ولم نغير هذا ما تم بالفعل، وثم ما يثبت ذلك وارجو ان ان ان, أن يقع معناها اظهار ذلك. ثم هاو هذه نسخه من السجل التجاري للشركه هاي من موجود. عند الار ان او موجوده هي فيها اشاره واضحه بانه توني ميديا التي وهي تابعة للقناة باسمها الرخصة معناها تم إمضاؤها، توني ميديا ذات أو صفتها أو القانونية هي شركة خفية الاسم، وهذا موجود مكتوب واضح ما فيش حد، وهذا تم مد الهيئة به طبعا كمستند في هذا. ولكن رغم ذلك تصر منها الهيئة على أنه على إيقاف البث. يعني تو للتذكير سي زهير، علمتنا بيه. للتو أنه اليوم ابتداء من منتصف الليل، مش اليوم ابتداء غدوة. من غدوة الجمعة نهار الجمعة في منتصف الليل باش يقع إيقاف البث تلقائيا من بيه. القناة، وسنعلن عن ذلك أيضا كما أنا الآن أعلنت، سيعلن في أسفل الشريط وسنضعه في الشاشة، هي شاشة تكون سوداء، ولكن سنضع فيها انه تنفيذا لقرار لايكا تم ايقاف كذا كذا، القرار ذاك سيكون قرار موجود. واؤكد على نقطة وان ذاك سيكون مؤقتا طبعا ان شاء الله، ونرجو ان لا يطول كثيرا إن شاء الله. ونعول في ذلك على تفاهم لايكا. هذه اهم حاجة قلتها توا حبيت نبدا بها التدخلي. لكن هذا ما معنيش اللي احنا راهو ربما في موقف ضعف ولا في موقف متاع خطأ ولا لا، احنا تجاوزنا هذا كله، احنا نعرفوا اللي روحنا ماشيين على قاعدة صحيحة وعندنا وضع قانوني سليم رغم ما قيل وما يقال. لمدة تجاوب مع لايكا يعني نعم. احنا بعد قاعدة تجاوب مع لايكا لمدة احنا سنين. لم نرفض ابدا اي طلب، لكن ثم اسباب راهو ثم اسباب او عوامل قاهرة في القناة عطلت. احيانا تمنع اني نحضر الوثيقة المعينة في الاجل المعين هذا موجود نظرا للظروف نتاع القناة ومشاكلها وكذا، لكن المبدأ هو فما استعداد انه نسوي كل المطلوب. باهي اهم شيء اذا تم تنفيذه تغيير الصبغة القانونية للقناة. يبقى الاشياء الاخرى نحن في بصدد مش نستناو باش نعمل، عملنا اجراءات ومازالوا متواصل، حبينا شنو طلبنا من هيكا مدنا بمهلة جديدة نظرا لانه تستغرق هذه وقت ما، لكن لا هل هذا يعني انه احنا راضين ان نسوي الوضعيه حتى يقع تصنيفنا باننا قناه اصبحت غير قانونيه، وبالتالي كيف تقول غير قانونيه معناها ثم تبعات راهو كبيره على هذا، فهمتي؟ علاش احنا وقت اللي مستعدين؟ لو كان جينا مش مستعدين ومش قابلين نقولوا هذا قرار معقول في مكانه، احنا ما عمرنا ما رفضنا، فهمتي؟ دونك بالعكس احنا من اول كما قلت قبيله من اول قناه هي خاصه بدأت من 2005 البث نتاعها فيفري 2005 بصفة قانونية، اتفاقية بينها وبين الدولة
نحبوا نواصلوا على نفس الطريقه، ما فماش علاش ما نكونوش احنا قانونيين، ما فماش، ما عندنا شيء ما نخبيوه. وفما برشا كلام وهذا مش مجاله ان شاء الله في مناسبات اخرى، ما يقال عن قناه حنبعل فما سهل الكلام والبينه على من ادعاه، وفما قضاء اذا كان ثم حاجات مش شكاكه وكذا وتلميحات وكذا، مش معقول انه تجي هيئه كيما لايكات تقول ثم شبهات حول قناة معينة، هذا غير مقبول لأن يعني ليس مخول لها باش تعطي الأحكام. ثم قضايا يأكد شبهات، إما ثم شبهة تهمة ثابتة ولا ما ثم شيء.